الحمد لله اختي، مرحبا. انت منين جيتي عندنا؟ من الفيسبوك ولا من اليوتيوب ولا من التيك توك؟ شتو راه التيك توك؟ التيك توك كيولد لينا التيتيز. شتو تقول لي ما كاينينش عندك التيتيز اختي؟ واحد الوقيته كانوا كيسبوني والله العظيم، كانوا تيحشيو لي الهضره، تيقول لي ما عندكش التيتيز. والله العظيم اختي وبقى عافيه الحال. وشوفي راه جرتهم درت في التيك توك والله العظيم. وي يلا موتوا بغيظكم، يلا موتوا بغيظكم، موتوا يلا موتوا. خلاتها هويام موتوا بغيظكم. انا جوعني التيتيز، قال لي اسعد فراني، انا غنفراني ناري، ما تخلي حتى واحد يتعنب. خليها سلعه ناري يا اختي ناري، ما كيحترمونيش. اختي ما يخلوني غير ندير معاك الصواب، نحط لك عيب الرد داتي وشي ديال كعب غزال وتقول سكتو. ما عرفتي بنت ليا الدريه تتحشم، انا هادي دابا بنت ليا تتحشم، بغيت نغمق عليها، خلوني نغمق عليها شويه، ما تمرقوش نجومه. اختي شنو سميتك؟ سكينه ياك هي سميتك الحقيقيه؟ سميتي سكينه. سكينه شحال عمرك يا بنتي يا سكينه؟ 32 سنه. انت من اش من مدينه سوسو؟ وانا حتى ماشي نواصر. النواصر اش كتخدمي اختي سكينه؟ انا في انفو في لابوراتوار. خدام في لابوراتوار هي ديال التحاليل ياك؟ لا ماشي ديال التحاليل، حنا كنصايبو الدواء. كتصايبو الدواء صافي اختي، في ما يخصني شي اسبرو نعيط لك. سير الله يخطك عليا، تقدي لي على العبار ديالي. اجي جي بغيت نسولك اختي، بغيت نسولك واحد السؤال اختي وسمحي لي. الصباح كنت نتفرج في اليوتيوب ياكي، ويطلع لي واحد الاشهار، هاد الاشهار تيهضروا فيه على شي ديال الفرماسيانات ياكي. قال لك اختي داك القنب الهندي ولاو تيبيعوه بحال الساشيات، بحال داك الشكل ديال الويزا لي بطون، ديال الحليب لي بطون، داك اللعيبات لي بطون ياك. قال لك مخلط بالبابون، الناس اللي بغاو يطرخوا واش بصح هادشي ولا تيتفلوا علينا؟ واختي ما عرفتش ندير ليك كتب عليك. انا باش نقول واحد الحاجه، انا التخصص ديالي ماشي هادشي، انا اي تكنيك، انا كيف صايبوهم الدواء، ولكن انا زعما ماشي متخصصه، انا زعما هاد العام عندي ليسونس في لوجيستيك. تبارك الله تبارك الله عليك، لا الدريه نقيه. شوف واه الدريه نقيه صراحه الله. حنا عرفتي حنا شنو كنخدمو؟ كنخدمو لي زومبول ديال انرجي ديال لافاتيك، شحال شي مقويات داكشي خاصك. مرحبا على لا لا خصوني مقويات مع هاد القوم اللي تيتفرجوا فيا، غير خصوني مقويات صحاح. شوفي لا 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 كنعصبهم كنوض لهم السم، غير خصني نزيد نقوي داك المناعه ديالي، نزيد نقويها فهمتي خصني نزيد نقوي المناعه. الله يرضي عليك، شوفي ها تهلاي فيا، تهلاي فيك، انا نجيبك شي راجل 5 5 نزيني. شوفي انا مازال كاع ما سولتش شنو المصطفى. لا لا شوفي انت عاد شرطي، شوفي انت عبولي اللي قلتي نحضرها لك. اعتبري راسك، شوفي اعتبري راسك تلاقيتي مع مي صباح علاء الدين. تعرفي علاء الدين؟ تعرفيه؟ فين تتعرفي علاء الدين مسخوطة؟ تتعرفي علاء الدين جاي تخوني عندنا؟ أنا كنقلب هكا طلعت ليك شنو وجهك؟ كنضحكي هذاك قلت الله يسرها تهضر معايا. شوفي شوفي براجل بلا راجل، مرحبا بك سنتي درية زوينة باينة فيك. لان شوف انا هادو راه شوف راه قلبي الصغير لا يحتمل، انا ضعيفه قدام هاد الشونتيون. يلا المهم ما عليناش، سكينه تبارك الله راه جامعيه ياك، عندها لا ليسونس وخدامه موظفه تبارك الله عليها. هادي راه اللي دا عرف اش دا. اييه خصنا نعرفوا واش هي تتعاون ولا ما تتعاونش، شنو نعرفوا دابا عليها. ويا اختي سكينه كتقبلي التعدد على حساب؟ لا لا تقبل، لا تقبل التعدد. تقبلي تعيشي مع عائله الراجل؟ سكن خاص. لا 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 كوني صريحة اختي، واش واحد الحاجة سكينة باغا تبقي خدامة؟ باغا تبقي خدامة بعزوز باغا تجلسي؟ لا ما عنديش مشكل. أول حاجة أنا بغيت الناس اللي بغيت نشوف برا، هذه أول حاجة بغيتي برا الرغبة ديالي. وعلاش؟ 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 ما عرفت أنا. شوفي قبل ما كانت عندي هذه الفكرة بتاتا، مؤخرا ما كذبش عليك صافي ولات عندي الفكرة ديال أنني
ودابا زعما تبارك الله عليك دابا لا دابا زعما نسيت تبارك الله عليك قاريه وخدمه خدمه زوينه بوست زوين، علاش ما قلبتيش على خدمه يعني تمشي بخدمه بلاصه ما تمشي بزواج تمشي بخدمه، حيت الزواج ممكن يصدق ممكن ما يصدقش، ولكن مشيتي خدمه غتعزلي. انا كنقلب دابا تفعلت الميديكال وفي نفس الوقت كنقلب راه نفعل الكاميرا ولكن تعيط باش تمشي. لا دابا الا مشيتي انت لتما بخدمتك سيري فيزا بعدا سيري طلي ضربي واحد الدوش واش غتعجبك الحياه ولا لا، ضربي واحد الشهر شهرين تمايا وعاودي رجعي للمغرب فهمتيني، سيري شوفي فيزا ما عندي يعني نقدر نمشي انا ناخذ فيزا، هكا الاوراق مخدومه ونفع فيزا ونمشي ولكن دابا داك ولد الناس دابا انت يا السكينه تبارك الله 32 سنه ياك وقاريه وحتى كيتي بالعمل الميدان العملي ياك، ودابا الا مشيتي تما اكيد انت ماشي من داك النوع اللي تبقاي غطيبي وتسني راجل تيجي ليك، اكيد انت غتبغي تخدمي تنسيا ها وقالوا قبل منك ها كريمه كريمه لا 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 مالك نضرب الصح الا هو كان بغيني نخدم ونتعاونوا نخدم بغيت نخدم ما عنديش مشكل مزيان غير دابا زعما قلت انا دابا انت هاد الراجل غيكون ليه وانت هنا ما غتفهموا غير في الشاط ويجي يخطب ويديك غتقدري تعطلي معاه واحد العامين ثلاث سنين تيعرفك مزيان ماشي بحال مشيتي تمايا فيزا تنقصي عليك المسافات ولا مشيتي قلبتي على خدمه ما تنقصي عليك المسافات تلاقي معاه غتخرجوا تقهواو تعشاو تغداو غتحتاكوا ببعضياتكم تعرفوا بعضياتكم تشوفوا واش خدامك ولا ما خدامكش. تفرج ليا مزيان دابا انت خاصك الكيله بهذا المعنى هذا السلكيله عرفتي تفرج شوف ديك السلكيله هذيك تقلب على السلكيله راجلك يا حياني يا حياني ناري البنات اللي قاريين اللي كيبغيو يدهنوا وكوا كريمة الله لو من ناحية غتعرفي غتعرفي واحد سيموا راه هي كافية انك تعرفي لواحد الانسان سيموا كاع صافي دير لي شوف اجيب ولكن قولي ليا تقطع عليها الخط الو لا لا انا باقا معاك باقا اجي نقول لك السكينه دابا انت الراجل اللي بغيتيه برا واش ضروري يكون قريب حالك ما عرفتش المهم يكون غير واعي شويه يكون غير واعي شي شويه وضروري يكون خدام شي خدمه بحالك بورقة والستيل ولا بغيتي ماشي مشكل كان خدام بيدي مثلا ميكا حيت عرفتي تما دابا دابا شوفي باش نوضح لك اختي الا كنتي ما عارفاش اش نقولوا لك راه واخا تقرا تسخف في المغرب غتمشي تما تخدم واحد الخدمه بدراعك ما مش واضح لك هاد المساله هادي يعني حيت تما راه اللي بني واللي فلاح واللي جزار واللي جارديني يرحم بابك دابا هادي عرفت من اين يأكلوا لك يا سيف سر الله لا هادشي راه كان مدحك ماشي كان دمك عرفت عرفت انا فاهمك شوفي انا قال لك رضا عندها خطه محكمه التنفيذ اجي نقول لك دابا تصنطي ليا بالنسبه لدوك الناس اللي كيعيطوا ليا من برا اه كيبغيو مرا وصراحه كيخافوا من اللي قاريات باش نكون معك واضحه ما يبقاش فيك الحال انتما اللي قاريات كتخلعوهم انت وتي ولكن سمعيني خليني نكمل لك تي عصبري على رزقك هادوك اه كيقلبوا على مرا في المغرب ولكن عندهم شي حوايج فهمتي شي مواصفات خاصه فهمتي خاصه المواصفات هذوك يكونوا فيزيكال ماشي ديجيتال خرج عليا الاي كوميرس خرج عليا الاي كوميرس واخا قلتي بعدا عازبه ولا فايت فيك الزواج الله عازبه مزيان هذه بعدا هادي بعدا واحد يعني مازال بالطامبو ديالها المهم السيده راه مازال عازبه هادي كيطلبوا عليا الرجاله قولي لي اختي سكينه إيه انتي تقبلي على الراجل الا كان مطلق وبولادو ايوا عرفتي برا راه كتكون لاكارد مواتي مواتي ولا ويكاند سيغ دو يعني كيجيو يدوزو معاه يومين في الكنزه يعني فيك فيك وهادي صعيب باش تلقاي برا شي واحد مطلق بلا حيت تما غيمشي الراجل شي الراجل شوف باش نوضح لك الفرق بين الرجل والمراه
الراجل ملي كيدير لاباس كيقلب على مرا جاي تعيش معاه في داك لاباس. المرا ملي كدير لاباس كتقول اش غندير بالراجل، فهمتيني؟ هذا الفرق بين الرجل والمراه. فالراجل كيكون دابا مزلوط كيكون عاطيها علة لو مريض كيقيب الصالي، نهار كيدير لاباس كيحسن راسو كيولي يبان ليه الله، كيمشي يصلي يشكر ربي، كتبان ليه المراه، كيبان ليه الحلال، يعني كيبغي يتزوج ديال الحلال، فهمتي؟ كيبغي يجمع راسو حتى الا كانت فيه شي بنيه تيحيدها راسو، سبحان الله سبحان الله، فهمتي؟ الله يهدي لنا ولادنا كاملين يا ربي يا كريم. فلذلك زعما انا غنقول لك يعني راه ديك مساله عزري قليل، وداك العزاله اللي تسمى ما تيفضلوش يجيبو مع المغرب، ماشي بحال اللي مطلق، اللي مطلق هذاك راه كيعرف راسو ماسك في البيت، وحده برا تيجيبها من المغرب، باش نضحك المساله باش ديها في بالك، باش نخليك بالك. اما داك اللي عزري تسمى، اللي عزري غيبدا عليك نديرو الفاتحه، نديرو الباكس، واش تقدري تطلعي عندي فيزا وندير بك الفاتحه هنا ونطلع لك الوريقات، يعني غتلقاي بزاف، ماشي بحال واحد مطلق شهر بعقلو. داك المطلق الا كاع كان عنده شي بنيه تيقول كيما بنتي كيما بنات الناس، تي كومبري فهمتي؟ ياك تي كومبري واه مزيان، حنا وليك راه فرنساويه الدراري ابشروا ديو ما تعاودوا الدراري، راه سميره طلعت النيفو، غنولي نتخلص بالفرنك السويسري الزويزري، المهم ديروا بالكم. واخا لاله سكينه ماشي مشكل، ما هما راه كاينين، كاينين فرنسا، امريكان، كندا، المانيا، فهمتي؟ ولكن يعني الله أيه عرفت، فهمت فهمت. ولكن انا قلت لك شنو كاين، يعني الرجال انواع بمشتقاتهم، بالمشتقات ديالهم، فهمتيني؟ واخا سكينه انت ما خطب فيك حد بدوى فيك حد هذه المده التي فاتت؟ لا لا ضروري. وتخطبتي ولا ما تخطبتيش؟ كترفضي، ما عندهمش الوريقات ديال برا؟ لا 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 ماشي كتر، ولا ما قديش جاوني حتى برا، والله حتى جاوني حتى برا، ما عندهمش المؤهلات. اه كتفاهمين، ما كتلقي داكشي اللي تبغيتي، ما كانش عندي غير فكره مؤخرا. ويلي انت بعد الدماغ ديالك، واش تقطع ليها؟ عاودي اتصلي بيا سكينه، بغينا نعرف واش فليكسيبل ولا لا.